الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن في درس جديد ووحدة جديدة نتحدث بها عن السياحة. في هذا الدرس سوف نتحدث عن السياحة وأنواعها. المحاور الرئيسية للدرس أن نعرف السياحة ونذكر ما هي مكونات السياحة ونبين أنواع السياحة. في البداية، من منا لم يسافر يوما أو يفكر بالسفر، سواء كان ذلك داخل دولتك من محافظة إلى أخرى أو خارج دولتك من دولة إلى دولة أخرى؟ فنحن كبشر دائما نتوق ونرغب في البحث عن كل ما هو جديد وجميل وخارج عن المألوف والروتين اليومي. ما هي السياحة؟ تعرف السياحة بأنها انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة أو خارجها، انتقال الأفراد من مكان إلى آخر جوا الدولة أو برا الدولة. شو الغرض من هذا الانتقال؟ بغرض زيارة الأماكن الدينية والحضارية والعلاجية والترفيهية أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والاستجمام. إذن السياحة هي عبارة عن انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل الدولة أو خارجها بقصد زيارة مكان يكون ديني هالمكان أو حضاري أو علاجي أو ترفيهي أو إنه إحنا نستمتع بالمناظر الطبيعية. طيب، مكونات السياحة، ما هي مكونات السياحة؟ مكونات السياحة السائح، المعالم السياحية، السائح اللي هو نفسه اللي بدي ينتقل، المعالم السياحية اللي هو المكان اللي أنا بدي أروح له، البلد المضيف، الدولة اللي رحت عليها، الخدمات السياحية، فنادق، مطاعم، غيرها، هاي كلها خدمات سياحية. نمط السياحة، هل هي داخل الدولة أو خارج الدولة؟ أنواع السياحة، هناك عدة أنواع للسياحة سوف نتناول عنها بالتفصيل، وهي السياحة الدينية والترفيهية والثقافية والعلاجية والرياضية والبيئية. السياحة الدينية، تعريف السياحة الدينية هي عبارة عن زيارة الأماكن المقدسة. الدينية أني أنا بدي أزور مكان من الأماكن المقدسة، سواء كان هالمكان موجود داخل الدولة أو خارجها، مثل أني أنا أروح أزور مسجد أو ضريح اللي هو مثلا زي ضريح صحابي، زي ضريح حدا مستشهد، أو أني أزور كنيسة أو أي موقع ديني. هاي كلها شو اسمها؟ سياحة دينية. شو الهدف من السياحة الدينية؟ الهدف من السياحة الدينية انه انت كفرد تقوي الوازع الديني عندك وتنعش الجانب الروحي. قوي الوازع الديني وتنعش الجانب الروحي. امثلة على السياحة الدينية، اعطيني مثلا سياحة دينية زي زيارة مكة المكرمة او المدينة المكرمة او القدس او بيت لحم او الفاتيكان. هاي كلها عبارة عن أماكن دينية يكون الهدف من زيارتها تقوية الوازع الديني وإنعاش الجانب الروحي. السياحة الترفيهية نوع آخر من السياحة يعرف باسم السياحة الترفيهية. السياحة الترفيهية هي من أقدم أنواع السياحات وأكثرها انتشارا، بدهم يرفهوا عن نفسهم. نسبتها بلغت من مجمل السياحة 80%، من مجمل السياحة كلها نسبة السياحة الترفيهية 80%. ما هو الهدف من السياحة الترفيهية؟ الهدف منها الاستمتاع والترفيه عن النفس وممارسة الهوايات الشخصية. إني أنا أستمتع، أرفه عن نفسي، أمارس هوايات شخصية مثل إني أركب الأمواج أو أتسلق الجبال أو إني أغوص بالماء تحت الماء أو التزلج على الجليد. تعد دول حوض البحر الأبيض المتوسط والدول الكاريبية من أكثر مناطق العالم جذبا للسياحة الترفيهية. ليش؟ لأنه مناخها معتدل وبتتوافر فيها الشواطئ الخلابة، وهو الهدف أصلا من السياحة الترفيهية أني أنا أستمتع وأروح وأرفه عن نفسي. النوع الثالث من أنواع السياحة اللي هي السياحة
الثقافية. في السياحة الثقافية بزور الأفراد فيها المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف لها علاقة بالثقافة، بزوروا وين في موقع أثري، وين في معالم تاريخية، وين في متاحف. ما هو الهدف منها؟ الهدف منها التعرف على حضارات الأمم السابقة والحالية. إنه إحنا نتحرف شو هي حضارات الأمم السابقة، شو هي الحضارات الحالية، شو تاريخ هاي الحضارات. من الأمثلة عليها معارض الحرف اليدوية. الحرف اليدوية هاي المعارض اللي بتنشأ ومنروح إحنا نزورها، هاي كلها سياحة ثقافية. صناعات يدوية، أزياء وفنون، مأكولات شعبية، المهرجانات التاريخية والشعبية زي مهرجان جرش الثقافي، هاد كله بنحكي عنه نوع من أنواع السياحة الثقافية. إذن لحد الآن صرنا ماخدين ثلاث أنواع من أنواع السياحة، اللي هي السياحة الدينية والترفيهية والثقافية. النوع الرابع اللي هي السياحة العلاجية. السياحة العلاجية عندما يقوم بها الفرد فإنها تكون من أجل الاستشفاء والعلاج، وإنه أنا كفرد بدي أهتم بصحتي الجسدية والعقلية، بيكون الغاية أو الهدف منها الاستشفاء أو العلاج. أقسام السياحة العلاجية: تنقسم السياحة العلاجية إلى سياحة طبية وسياحة استشفائية. الطبية بزوروا فيها المستشفيات والمراكز الصحية. أما الاستشفائية كيف لما بيجوا مثلا على حمامات معين، أو بيجوا على البحر الميت مشان طينته، أو على حمامات معين مشان المياه الكبريتية الغنية بالمعادن، هاي بحكي عنها سياحة استشفائية. تعتمد هذه السياحة على العناصر الطبيعية في علاج المرضى وشفائهم، مثل اللي هي السياحة الاستشفائية، مثل الينابيع المعدنية والكبريتية، ومثل الرمال، ومثل الشمس. من الدول الرائدة في المجال السياحي اللي هي الدول اللي بتعتمد على السياحة كثيرا وتعتبر نموذجا في السياحة: ألمانيا، تشيك، بعض الدول العربية زي الأردن ولبنان. هذا بالنسبة للسياحة العلاجية. النوع الآخر من السياحة وهي السياحة البيئية، هو عبارة عن نوع حديث من أنواع السياحة ظهر في مطلع الثمانينات. هذا النوع بيعبر عن نمط جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة. كيف؟ بيروح السائح بزور مناطق غير معرضة لأي أضرار بيئية، يعني نسبيا ما فيها أضرار بيئية لو اجينا نقارنها بأي منطقة أخرى، حتى يستمتع فيها ويتأمل الطبيعة، مثل زيارة إيش؟ زي زيارة المحميات ومشاهدة الطيور البرية. فكلنا بنعرف إنه المحميات هي غير معرضة لأضرار البيئة مثل المناطق الأخرى. آخر نوع بدنا نحكي عنه اليوم اللي هي السياحة الرياضية. بالنسبة للسياحة الرياضية تعني المشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، الألعاب التي تقام على مستوى الدول، البطولات التي تقام على مستوى الدول أو حتى على مستوى المحافظات، هاي عبارة عن سياحة يطلق عليها السياحة الرياضية. يكون الغاية منها المنافسة والاستمتاع بمشاهدة الأنشطة الرياضية. تنتشر هذه السياحة في كثير من دول العالم، خاصة في الدول المتقدمة، لأنه بصراحة يعني بدها مصاري، ما بتسافر من بلدك لبلد تانية حتى تتابع مثلا مباراة أو بطولة إلا إذا كان في نقود. هاي الدول المتقدمة بيكون مستوى المعيشة فيها مرتفع، فمنتشرة فيها مثل هذا النوع من أنواع السياحة، واللي ساعد في تطورها توفر المنشآت الرياضية والأدوات والخدمات. من أشكال هذه السياحة الرياضة البحرية وسباق اليخت، اللي هي اليخوت، مجموعة اليخوت اليخت اللي هي اللي بيكون في البحر، أيضا القوارب الشراعية والرياضة الجماعية للألعاب وبطولات كرة القدم العالمية، والرياضة الشتوية كالتزلج على الجليد، وعنا الرياضة الصحراوية. هكذا نكون قد انتهينا من درسنا الأول في هذه الوحدة، والذي تحدثنا به عن السياحة وأنواعها. بالمختصر بينا مفهوم السياحة بأنها انتقال الأفراد من مكان إلى آخر، سواء كان ذلك داخل حدود الدولة أو خارجها، وبينا بأن للسياحة
اللهم صل على سيدنا محمد، مكونات منها السائح والمعالم السياحية والبلد المضيف والخدمات وأنواع السياحة. ذكرنا السياحة البيئية والرياضية والسياحة الدينية والترفيهية والثقافية والعلاجية. إلى لقاء في درس آخر إن شاء الله نتحدث به عن مقومات السياحة، ويعطيكم ألف عافية على حسن استماعكم.